هل الأفضل المبادرة بالأضحية يوم العيد أو تأجيلها لآخر أيام عيد الأضحى؟ هو الذي عنده أضحية واحدة الأفضل أن يذبحها يوم العيد، لأنه هو يوم الأكل والتوسع بها والفرح بها، وهو اليوم الأول، وهو الذي يعني ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، غالب الصحابة. لكن بعض الناس الآن رجل هو وأولاد عندهم مثلا 4 ضحايا ويحبون أن يذبحوا كل يوم أضحية، فيقول الوالد لهم أنا ذبحتي يوم 10، وانت فلان 11، وانت فلان 12، وانت فلان 13، وخلونا نجتمع كل يوم عند واحد ونتعشى يعني نعطيها بعض الفقراء والجيران، ولكن يحصل لنا اجتماع فيها، لا بأس بذلك إن شاء الله.